مساء الخير يا كابتن امين. يا حول الله يا رب. أنا هو يا ست هاني. هات أنت يا عم صالح، أنا اللي هطلعه للبيت. طيب يا فندم. استنى يا محبوب، أنا
صباح النور يا دكتور. نعم؟ ها؟ أيوة أيوة، الله يبارك فيك يا دكتور، ميرسي أوي 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 أوي، مع ألف سلامة. ادخل. كل سنة وانت طيب يا محمود، وعقبال 100 سنة. في حياتك يا أمينة. بالشفا إن شاء الله. مش الدكتور هشام اتكلم من شوية؟ إيه، وقال إيه؟ قال إن نتيجة التحاليل ظهرت وإن معدتك زي الحديد. ومفيش غير شوية لخبطة في مصرانك الغليظ ده، أنت بس اللي واهم نفسك. الحمد لله. يلا قوم انزل اشرب قهوتك تحت مع الاولاد دول، نفسهم يقعدوا معاك في يوم زي ده. مختار وسريه جم؟ زمانهم جايين. وامين وجيجي؟ لسه ما نزلوش. طيب انا هنزل الساعه 10 بالظبط. يا اخي بطل شرب بقى. غطي نفسك.
اهلا يا حبايبي، اهلا وحشتونا. يا ولد يا ولد سيب الفستان. اوعى يا ولد، ابعد ابعد هناك. يلا ازيك يا ماما؟ اهلا يا يسري يا حبيبتي. ازيك يا مختار؟ اهلا يا ماما. تعالي يا حبيبه ست ولما ابوسك. انت وحشتينا قوي يا ست امينه هاني. يا ستي شوف البنت بتتكلم زي الهوانم اللي بجد ازاي. يا مشمش اوعى يا ازقود. سيبيهم يا يسري خليهم ياكلوا، امال احنا جايبينه لمين؟ عم صالح افندم، اطلع خبط على امين بيه والست جيجي وقول لهم ان البيت كبير هينزل دلوقتي. حاضر يا فندم. انا طالع اسلم على بابا يا ماما. استنى يا مختار. انا جاي معاك. ايه هو لسه نايم يا ماما؟ انت بتستهون بالدور اللي خده ده يا مختار؟ وفي سنه ده خليه يصحى براحته. لا يا اسريه يا حبيبتي، ده صاحي من بدري ونازل يشرب قهوته معانا في الجنينه. وليه المجازفه دي يا ماما؟ مجازفه؟ مش كان يعني احسن يطمن على صحته الاول؟ ده الدكتور لسه مكلمني دلوقتي في التليفون وقال لي ان معده بابا بقت زي الحديد. امينه. نعم. يا امينه. حاضر. يا أمينة عمالة أدور على كرافتة البيج المنقطة بني، مش فاهم بتحطيها فين. مالك يا بابا؟ أهلا يا مختار، أنا نازل لكم دلوقتي. لا مؤاخذة، عن إذنك يا بابا. أهو أنت دايما كده يا محمود، تزعق وتعمل هلله على الحاجة وهي قدامك. يظهر الست والدتك مش عارفة حاجة خالص. الظاهر الدكتور حب يطمنها بس، انما الراجل باينه تعبان بجد. تعبان بجد؟ انت بتهزر؟ انت مش عارف هو عنده ايه؟ دل على سلامتك يا بابا وعقبال 100 سنه. انا عاوز اقعد معاك خمسه لوحدينا في المكتب. حاضر. اهلا يا سريه. كل سنه وانت طيب يا بابا. الف حمد لله على سلامتك. يلا يا ولاد سلموا على جد. عقبال السنه الجايه يا جد، واللي بعدها واللي بعد اللي بعدها، وكل سنه جايه تبقى معانا. واحنا بنحبك قوي 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 يا جد. ايه الله، ايه في ايه يا اختي العيال بواش؟ ايه يا سريه؟ جد يا جد يا احسن جد، جاي نفس الكابن مد. هو احنا عندنا كام جد؟ وانا كمان حافظه تاني كتير يا جد. بس يا ولد مختار تعال يا حبيبي، انت مش دلوقتي. انت طيب يا جد. وانت طيبه. تعالي يا دبدوبة حلوة أما أسلم عليكي. وري لجدك النخضر اللي على خدك يا دبدوبة. أنا ما اسميش دبدوبة. كل سنة وأنت طيب يا جد. وأنت طيبة يا حبيبتي. النخضر بتاع الدبدوبة ما تبانش لما بتضحك يا جد. يلا يا مشمش سلم على جده. مالك يا محمود؟ الولد درسه زي الطوبة. يلا يا أزوز غني لجده. أزوز يلا يا حبيبي. يلا يلا في حياتك يا ولدي مرات عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، تكتها أنغام وورود، والشعر الأجري والمجنون يسافر في كل الدنيا. قد تجد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. الله 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 الله. برافو برافو برافو. شفت يا جد نخت الدبدوبة هي بتضحك؟ صباح الخير يا جماعة. صباح
صباح الخير. صباح الخير. انتوا مش هتنزلوا ولا ايه؟ حالا، بس اعملي خلاص تلاقي الدقن. ايه نمشيتكم كحلي. عبارة 50,000 سنة يا رب. قوم احلق دقنك. وخد اكتب على الكارت ده كلمة عشان هديتك لبابا. أنا ما جبتش هدايا. أنا جبت لك. خلاص اكتب اللي أنت عايزاه وأنا مضي لك عليه. أنت مش ناوي تنزل؟ لازم يا أمين. ما أحبش أعمل حاجة مش عايزها. وعلى فكرة أنت دايما بتنسي الشروط اللي على أساسها عايش معاكي. والله يا عال، ونسيب الفرقة تحت تنصب السلك. الأستاذ مختار والست المصونة حرمه هيستموتوا طبعا عشان يخلوه يكتب لهم حاجة زيادة على حس قرصة العيال اللي ساحبينهم، الفيلا، المصنع الجديد، ويا خوفي على الشركة نفسها. انتوا ايه؟ عايزين تورثوا الراجل بالحياة. أمال عيد ميلاد ايه بس اللي انتوا عاملينه له؟ الدكتور لما كان هنا امبارح قال لي على نتيجة التحليل، وطبعا ما قالش لماما أمينة ولا قال. وتعذري لما كان أخوك ومراته فاتوا على الدكتور في المستشفى قبل ما يجوا على هنا. عنده إيه؟ سرطان في المعدة. معدتش بتحس قلبك مات؟ ده أبوك. عايزة تفهميني إنك بتحبيه بحق. أنت عمرك ما حبيت إلا نفسك والفلوس. ده بيموت يا أمين. تقدري تقولي لي من امتى الموت كان ليه قيمة عندك؟ اسند عليا. لا ناوليني العكاز بس. طب اسند عليك. مش عايز اسند عليكي. ناوليني العكاز. ودي المذكرة بتاعت إنشاءات السويس. واقف الآن ليه؟ عاوز حاجة؟ عاوز سلامتك يا بابا. فلوس؟ يعني كام؟ والله يا بابا ما تتصورش قد ايه انا مكسوف من حضرتك. اولا ده وقت مش مناسب. ثانيا عاوز كام؟ 400 500. والله يا بابا حضرتك لازم تشوف لي حل في الوضع البايخ ده. كل شويه اطلب منك فلوس وانا بصراحه يعني سيادتك. اخبار السوق ايه؟ رش علينا العطب بتاع المساكن الجديده في المعادي. احنا اللي في السوق دلوقت، يعني احنا بعد عثمان وحسن علام على طول.
وسيادتك عارف العيال وطلباتهم وقرفهم. مضيت العقد مع الراجل بتاع غرب افريقيا؟ لسه. مستنيين ايه؟ لما حضرتك تقوم بالسلامه. وبعدين يا بابا الموضوع اللي كلمت حضرتك عنه ده يرجع اولا واخيرا لكرم وتقدير سيادتك. انا والله ما كنت هطلب زياده، انما ازاي مختار حاجه زي دي تفضل معلقه؟ طب نحسبها، وسيادتك تحدد لي رقم ثابت كل شهر، وما يضطرنيش نطلب فلوس كل شويه. انا بتكلم على الاتفاقيه بتاعت غرب افريقيا، تقوم تقول لي حدد لي مبلغ ثابت؟ هو الراجل هيفضل ملطوع في الشيرتون لغايه ما اقوم بالسلامه؟ 100 شركه غيرنا تتمنى تمضي معاه وفورا. خلاص نخلصه النهارده. وحكايه الفلوس بتاعتك دي انا هشوفها، طول ما انا عايش ما تحملش هم حاجه ابدا. طول ما سيادتك عايش. ربنا يطول في عمرك يا بابا. انت اللي كتبت المذكره دي؟ ابدا، ده الاستاذ عبد الحميد مدير مكتب سيادتك. انا قلت كده برضه. ليه مش عاجبه حضرتك؟ بالعكس، اصلها مكتوبه كويس قوي. وريني يا لوسي جزمتك دي يا اختي، دي بكعب عالي. يا بنت مالك بقيتي عجوزه كده ليه؟ وحياتك يا ماما، دفع فيها 15 جنيه مقفولين يا دوب، الحاجه بقت غاليه قوي. امال احنا بنصرخ من شويه دول خمسه يا ماما، مش ملاحقين عليهم جزم ولا مصاريف ولا مدارس. انا عارفه ايه اللي خلانا خلفنا دول كلهم، مش كان الواحد ريح باله زي جيجي احسن؟ لا يا اختي، دول هم زينه الدنيا. اهلا يا اسريه. اهلا بالناس الحلوين اللي بيصحوا اخر النهار. ايه الفستان الشيك ده يا جيجي؟ وهي دي برضه الشياكه؟ انا هتشيك بحق وحقيقي بقى لما نروح العزبه ونتغدى هناك، ونقول لك كل 100 سنه وانت طيب يا بابا. حقيقي شيك قوي، بس عامل زي الجلابيه البلدي. دي اخر موضه يا مختار، وهو في احلى من البلدي ولا ايه يا بابا؟ البنت دي هي اللي فاهمه. وحاجه برضه ترجعنا لاصلنا ولا هننسى. يلا يا اولاد ادوا الهدايا لبابا. كل سنه انت طيب يا جدي. وانت طيبه حبيبتي. ايه ده يا لوسي؟ ده يا ست حق نشوق من اللي بيحبه جده. شوف يا اخويا البت القروبه، وجبتيه منين ده؟ ده انا نفسي معرفش بيتباح فين. وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه انت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. اشمعنى انتوا جبتوش الهدايا لجد؟ لا يا مشمش، الهديه اللي جابوها بابا وماما لجده انهم خلفونا علشان نملي على جده البيت. طب ليه طنط جيجي مش عايزه يبقى عندها اولاد صغيرين عشان جده ينبسط؟ ما كانش في داعي يا مختار انت وسرية تجيبوا الحاجات دي كلها، انت يا ابني مصاريفك كتير. كله من خيرك يا بابا. يا ابن الكلب كده يا سوس، تعالي. ما اداش عيوته ما وردتش على حد ابدا. الظاهر انا حسدت الفستان يا جيجي. لا معلش حصل خير، عن اذنكم دي واحده اغيرها. حتى بالمره امين ينزل معايا. انا اسفه يا جيجي، مش عارفه اقول لك ايه، العيال زي اللي معجونين بميه عفاريت. ده انت تحمدي ربنا اللي ريحك منه. خليك انت اشرب، وهم تحت طالقين عليا المساخيط مع سيف الرقبه. القيافه باظت خالص. المحروس ابن اخوك اخر عنود الهنا، دلع عليا الحب عشان تعرفي العيال واقرفهم وتبطلي زن. انت كمان عايز تجنني؟ وطي صوتك، ولا هي فرصه عشان تعملي لك فضيحه؟ انت ايه؟ بلاش عشان ابوك، فكر في نفسك. انت دلوقتي بقيت لا شغله ولا مشغله، الكوره وما اظنش هترجع لها تاني، رجلك مكسوره وما بتبطلش شرب، والجورنال وسبته. تقدر تقولي هنعيش منين بعد البيع اخوك ما يكوش على قرشين؟ بلاش هنعيش منين؟ هتجيب منين حق الشرب ده؟ ولا ساعتها هتبطل شرب؟ انت فاهمه ان ابويا يسمح بحاجه زي دي؟ انت الظاهر ما تعرفيش محمود عبد الجبار. بس اعرف كويس مختار ويسريه بيتكتكوا على ايه؟ وبكره اهو لما كانوا ينشروا المصنع والعزبه ويمكن الشركه كمان على حس العيال، والف سكه عقود باسامي العيال تنحط في مصحة ويحجروا عليك ويقولوا انك سفيه، وطبعا الاستاذ مختار الشهم على الباقي. انت عايزه ايه؟ تسحروا وزي ما بيتكتكوا نتكتك، وقبل ما يحضروا لنا نكون حاضرين لهم. انت ما شبعتيش حفر ومؤامرات؟ ايه مش كفايه اللي حصل لنا؟ ولا انت بتنسي؟ نسيت الحفرة اللي حفرتيها وما استريحتيش الا لما ندمتيها تاني، ولا على بالك الالم والدم؟ ايدك بتوجعني. توجعك؟
تقدري تقولي لي يومها قلبك وجعك؟ ولا في أي وقت عرفتي يعني إيه إنك تتألمي؟ عرفتي يعني إيه إنك تتألمي؟ يا ابني إحنا ما تولدناش زيك في بقنا معلقة ذهب. أنا ما نسيتش إسكندرية والحارة اللي مش قد المهام اللي تربيت فيها. أبويا لا كان مليونير محمود عبد الجبار ولا حاجة. كنا بنروح المدرسة وإحنا وشينا في الأرض. مكسوفين من الجزمة المقطعة والجونيلا المكسرة. أنا دلوقتي بعمل رجيم. وبتغدى متأخر عشان ما اتعشاش. واحنا عيال كنا برضو بنتغدى متأخر عشان ما نتعشاش، بس مش عشان الرجيم، عشان نوفر طاقة. ولما اتجوزتك حسيت بألم انت ما تعرفوش. عرفت يعني ايه طعم الفلوس، يعني ايه طعم انك تعيش كويس وتلبس كويس. وكنت دايما خايفة ان ده يروح مني، انك تسيبني وارجع للفقر تاني، وانت بعيش على اعصابي واتقلب. جربت اني استعمل كل اللي بسمعه عنك انت وهو. ما تجيبيش سيرته على لسانك. كنت بسكت واتقلب، لكن في الاخر ما قدرتش، وانا مش ذنبي انه موت نفسه. اسكتي. انا اتقلبت زيك، انت على الاقل بتحط همك في الشرب اللي بتشربه، انما انا واقف على رجلي مش عايز اتغلب. خلاص من بكره نعمل قعده الشرب على اتنين. اسكت. في حاجة تانية بتقلبني أكتر وللأسف أنت ما تعرفهاش، لأنك بطلت تحبني، ويمكن بطلت تحب حد خالص. إنما أنا ومع كل اللي بيحصل لسه بحبك. يا جمالات يا جمالات. سهلي يا جمالات اللي في ايدك ده، وتعالي قوري معايا الكوسه. ابوكي زمانه جاي واحنا لسه في تنقيه الرز. يوه، هو احنا ما ورناش غير تقوير الكوسه وتنقيه الرز؟ اسم الله عليكي يا فرانسيسه. لا، ورانا النادي والكوافير. اجري يا بنت الناس من النبي، حرص وصاين اخوكي من الكوره، خليه يجيب لنا ليمون وخضره للمحشي في يوم اللي مش فايت ده. انت يا واد يا اللي اسمك عصام، انت يا وزاد الكلب، انت مش استنى لما يطلع لك شغب الاول يعني امك. خد يا واد اشتري بشين ده خضره المحشي بالباقي ليمون. يلا عادي كام بيت اللي بلاش تبقى مسخره. طب والله اللي انا نازلالك. غرامك بس بالكرة الشراب عشان عمري ما هبتها. انا طلعت لقيت نفسي بلعب في النادي بكره كفر، وبسمع من كل زمايلي انهم متعلموا من الكره الشراب، عشان كده احب اتفرج عليها قوي. اه يا كابتن. يلا بقى وروني لعب الحرفنه اللي على اصوله. تعملوا مع بعض زي ما انتوا عايزين، انما الكره بالذات فانا ما اسمحلكيش انك تعمليها بالشكل ده. دي زي كتاب المدرسه بالظبط، تقدري تقولي له قطع كتبك؟ طبعا ما يصحش. يا فندم يا هوزو اللي بتعمله ده؟ لا قبل ما نلبخ مفيش داعي للكلام ده.
ربنا عارفه بالعقل. انت مش عايزاه يشتري الشبت والليمون؟ شوف يا بوشكش، لو حريف حقيقي وبوشكش وقدرت تاخد الكرة مني انا اللي هروح اجيب الحاجة، بس لو ما عرفتش بقى هتروح زي الشاطر على السوق. ها وسعوا يلا. يا حلاوتي لا، ونازل من العربية ولابس افندي بحق وحقيقي، عامل زي ولاد الناس. اوبا ايه ده واد؟ تعالى هنا يا معصوف الرقبة، تعالى يلا. روحي والله يا عاد. ايه اتنين عليا. ايه مين اللي قاعد تحت ده؟ انت المحافظ؟ ولا شرفني يا فيلسوف الغبران. طب اسكت يا بلسان طولك وخلينا نعرف نتفرج. هو ده امين؟ ايوه، والتاني عز اللي قاعد كان بالخط. ايه رايك في امين؟ لا ابعدي عن امين. ايه رايك في عزه؟ كويس كويس. طب والنبي تلحطي كده، بس هو يبصلي. يبصلي وابصلي على ايه يا اختي؟ خلينا في جمعه النووي قبر، وعصفور في اليد. وهو جمعه النووي ده عصفور؟ ده غراب غراب غراب، بس معاه دبلوم تجاره وموظف، وابوه بقال يحتكم على 4 بيوت وثلاث دكاكين. قصدك ما شفتهمش في العربيه ولا اللبس اللي لابسينه؟ بطلوا زند بقى، خلونا نعرف نتفرج. بقى نمشي قبل الزحمة. نستنى كابتن امين. نستنى ايه يا واد؟ بلاش فضايح. الله، تهديني الفانيلا اللي لاعب بيها والكرة بتاعت الماتش. لا كرتين، قوم بينا قبل الزحمة. يلا بينا. هو ايه اللي نقوم ده؟ طب والله العظيم ملقاني. اقعدي يا اختي لما نشوف اخرتها ايه، فابو دماغ عايزه كسرها ده. الفستان شكله واسع عليا مش كده؟ اصله بتاع اختي زينب. لا يا اختي ما حلو بقى اهو. كابتن امين اهو. لا عندك حق، ده الواد جمعه النواوي ما يجيش في حاجه بحقيقي. خد يا سيبوشكي، ادي الكره وادي الفانيلا، بس بغسلها. هي الكره عبره ولا مطبخه كابتن؟ اهلا اهلا اهلا. مش تعرفينا؟ دي فاطمه جارتي واكتر من اختي، الاستاذ عز. اهلا اهلا وسهلا. ايه ايه، انا ماليش اسم ولا ايه؟ هي الكره ابره ولا مفخه كده؟ ابره يا سيدي ابره. واقفين ليه؟ ما تفضلوا وصلكم. لا معلش، حد يشوفنا ولا حاجه. وايه يعني؟ هو احنا مش معانا راجل؟ لا يا اختي روحوا انتوا. طب ما تيجوا معانا الحفله اللي عاملاها المحافظه النهارده. امتى دي؟ بالليل. بالليل؟ ما نروح، ده حتى الواد بوشكا صاحب المحافظ. يلا بنتي شويه. سلام يا كابتن امين. سلام يا استاذ عز. استنى بس يا كابتن بوشكش، هتمشي كده؟ مش نتفق هنشوفك ازاي؟ انا هنزل مصر عند ابله زينب اختي، واخلي ابي كمال جوزها يوديني النادي. امتى؟ يا جاش نص السنة. متاخره قوي دي، ما تخليها الجمعه الجايه. لا الجمعه الجايه عنده مذاكره كتير. طب اللي بعدها؟ يمكن، بس هو يمشي عدل ويسمع كلام. بالاكل بالاكل يا زينب، حرام عليك. ما تيجي جاي اهو، انت لحقت تغير هدومك. طبعا يا استاذ زنوب، لساعه البطوم بتطير الهدوم. دورتي مصري يا عمرتي يا اختي عليها، كبرت وبقت عروسه. في بقى بقى عمرها دي هتعرف تكمل اجتماعات. حقه خليها تملى شويه. لو النبي املى ايه؟ ده انا حتى تخينة قوي. بنت ايه دي؟ انتوا عايزين تبقوا ايه اكتر من كده؟ خدي دي بقى، والله ما راجعلهاش التقليه كلها. امين. وانت وانت يا زينب. ها؟ اختي عليك يا كمان؟
جمال، النادي الاهلي ده فين؟ ليه؟ اصل عندي واحده صاحبتي من اسكندريه نازله عند جماعه قرايبهم في العماره اللي قصاد النادي الاهلي عادل. النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ما قداموش عماير خالص. ما تفتكر كويس يا كمال، يمكن يكون في عماره هناك وانت مش واخد بالك. يكونش قصدك نادي الزمالك؟ والله ما انا فاكره. نادي الزمالك ده بقى هو اللي قدامه عماير كتير، ده قريب مننا خالص. شغل التروني المبيعيه يوديك على هناك على طول. انما تلاقي بقى النادي الاهلي ده بعيد قوي بقى عن هنا. مش قوي. ده قرب المعرض بالجزيره. دين النبي. تعرف احنا عاملين زي القرع. ايه؟ بنمد البر الخواجات يجوا بالميات عشان يشوفوا الهرم، واحنا بقيت مصر ما يشوفوش الا صدفه. بس احسن من الف معاد. تشكر يا زوق. يا حادق بلاش تهور. تعرف عينك يا كابتن، نحن هنا. انت فاكراني ببص عليها؟ لا، بتبص على الجمل. تعرفي انا لعبت ماتشات كتير مع المنتخب في اوروبا وشفت بنات ياما وحلوين قوي، بس برضو الواحد دايما يحن ليه؟ لبنات مصر، لمية النيل وعصير القصب. عصير القصب؟ طب اوعى بقى، خلينا نرجع لحسن اتاخرنا، وكمان زمان ابو لذينه قلقان عليا. استنى عندك، اوعى تتحرك. في حته ترابه في عيني لازم اطلعها لك. ايه عيني حمرا؟ لا عسلي. امسكي. هتعمل ايه؟ هنفخ لك فيها عشان تخف. ليه؟ انت فاكرني ايه؟ فاكرك هتنبسطي وترد التحيه باحسن منها. يسلي. والله. Thank you.
الله، بتبص لي كده ليه؟ فرحان بيك. دخل علي الخطيب خدها منه، دخل علي فتح شعبان سقاه من قدام وخدها، ولكن الخطيب بيعافر معاه، الكرة معاه، ابراهيم فرحات اداها لفتح شعبان، فتح شعبان لعبها طويله قدام. جه جول ولا حاجه؟ لا لسه يا ابني كمان. الحمد لله. راح احمد عبد الباقي، احمد عبد الباقي بطن رجله لقدام لعلي زيور، وعلي زيور ماشي ورقص عبده عبد العظيم ورفعها اوفر، راحت للخطيب، الخطيب لزيزو. الكره بيكسبوا كتير يا ابني كمان. ماشي. بيكسبوا ايه يا حسره؟ غير الجري والرمح كده من غير مناسبه. لا يا سينا، ده بدون مكافئات ما حصلتش. يا سلام. زي ما بقول لك كده، ده الاهلي والزمالك فيهم لعيبه بيطلعوا شهري مهيت مخير وصار. شوف ازاي طويله. إلهي ينفخ في صورتك يا بوشكش يا اخويا. حق ما انت خايف في المدرسه كده وكاتفنا. زيزو ماشي بالكوره، الدالة من عندك فرده هي معايا وشوف الجول، شوطه جامده. صلاح حلال وهي يلعبها طويله قدام. هارد لك يا امين عبد الجبار، كان ممكن الكره دي تجي جول، انما كان صاحي قوي صلاح امان. اه عندك مثلا امين عبد الجبار ده بيطلع من الكره الشيخ الفلاني، شوطه طويله غريب يسحبه من ابوه. ابو مين؟ محمود عبد الجبار المهاوي. 3 مليون جنيه عدا ونقلا. انا عارفه ما طلعتش لعيب كوره ليه؟ بدل الهم اللي احنا فيه. لم يا زينة الازاز ايش جاب الكوره جنب اللي بلعبه؟ ابراهيم فرحات، ابراهيم فرحات لفتحي شعبان، فتحي شعبان بينيه جميله اداها لمجدي كامل، مجدي كامل عبد الفرحات في الشعبان. استنى اوعى تتحرك. في حته تراب في عينك لازم اطلعها لك. ايه عيني حمرا؟ لا عسل. هتعمل ايه؟ هنفخ لك فعلا عشان تخف. هو وجول، شاف الجول، شوطه جامده. الجول الاولاني ايه؟ انت فاكرني ايه؟ فاكرك هتنبسطي وترد التحيه باحسن منك. يسلم. طبعا الشوطه اللي فاتت زي ما حضراتكم سامعين وشفتم، الكوره اتنقلت مره واثنين وثلاثه حلوه قوي، وادي فرحه النادي الاهلي بالجول اللي جابوه في نادي سكه الحديد. هاي كابتن امين. هاي هاي. اهلا اهلا اهلا. اهلا كابتن امين. اهلا. ازيك يا عزه؟ اهلا اهلا. مش ناويين ترقصوا ولا ايه يا جماعه؟ ما تقوم ترقص مع حد يا عزه. يلا نرقص. انت بتعرفي ترقصي؟ ايوه بعرف. تعالي. دي رقصتي فين قبل كده؟ في فرح عديده بنت خالتي. لا انا اقصد الجيرك اللي انت عامله فيه زي اللهلوبه ده. عمري ما رقصت. انا خفت البت تاخدك مني، رحت قايمة والجار او لو الشفعة. I need you, yes I do.
هتدلو عليه ازاي؟ جاي تعبان ولا حاجة؟ انما انت برضه المصورة تفهميني ان دي اول مرة تبصي فيها. الفرجة في التلفزيون يا بيه اتعلمنا منه كتير. الواحدة تقفل الباب وتولع التلفزيون وهات يا رأس. عقبال التلفزيون الملون، مين عارف ساعتها هنوصل لفين. هنروح فين بعد الرأس؟ جرايه يا كان نازل فيها تلبيخ من الصبح واحنا ساكتين، تقول لي عينك عسل فيها ترابه وتعمل انك بتطلعها وانت عارف الباقي، والنهارده تقول لي هنروح فين بعد الرأس؟ لا فوق، ده احنا مراكز اسكندريه بيت. ايه الله يرحمه اسكندر ذو القرنين ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. طب اتمسى بقى، احنا يا اخويا ما نتاكلش. اللي ما يتاكلش لحمه الا في الحلال. انت تضحك على ايه؟ اصلي مجنون وعاملها. هي ايه؟ تعرفي انا ما شفتش زيك. ايش معنى؟ لا بتكلم جد، دمك خفيف وعنادية ومجنونة زيك واللي عايزاه بتوصلي له. ما عدا حاجة واحدة بس. ايه هي؟ إيه؟ انت مش قلت انك مجنون وتعملها؟ ما تعملها بقى وتخلصنا. اسمعي، تعرفي تحتفي طوب؟ احنا هنزقل على اخر الزمن. مش عشان اعملها؟ والله انت اللي يمشي وراك اخرته المرستان. تعالي بس. خدي، نقي زلطة من الاتنين دول. انت واحدة وانا واحدة، هنحذفهم في المية، ولو بتاعتك راحت ابعد من بتاعتي، هتجوزك. جوزي؟ بقى الحكاية كده؟ لا يا اخويا، انا معرفش حاجة عنك. احدفي بلاش لماضة لحسن ارجع في كلامي. طب احدف انت الاول. اوعى تتكلم، اوعى تفتح بقك، انا اللي كسبت. امين، ايه يا جماعه؟ انتوا زرتوا رحتوا فين؟ الله، مالكم بلمين كده ليه؟ ما تقول. اصل انا وجيجي خلاص هنتجوز. أمين، انت لسه ما لبستش؟ معلش يا ماما، مش هقدر اجي معاكم العزبه النهارده. بقى ده معقول يا حبيبي يا ابني؟ يوم عيد ميلاد بابا وفرحته انه خاف تقوم انت اللي ما تجيش؟ مش هقدر يا ماما. عشان خاطري يا حبيبي. حاضر. وما تتاخرش، انت عارف مواعيد بابا. ايه يا امينه الشنطه دي كلها؟ ده احنا راجعين اخر النهار، يا بالكتير قوي بكره الصبح. الدنيا برد هناك ويمكن تحتاج لهدوم صوف ولا حاجه. وخلي العبايه عليك علشان هوا السكه. اهلا يا امين، ازاي صحتك؟ مش احسن؟ الحمد لله.
ميرسي يا مختار. امين امين. ازيها رجلك دلوقتي يا جيجي؟ مكسوره. ما انا عارف، قصدي لسه بتوجعه؟ فدي تبقى تساله هو، انا ما اقدرش ارد عليك. وشك النهارده احسن يعني. الحمد لله على سلامتك. انا عاوزك تفضل جنبي في العزبه، اوعى تزوق، في كلام كتير عاوز اقوله لك. السفريه دي كلها معموله علشانك انت. انا؟ ايوه، وما فيش داعي تشرب في السكه، حتى يا ريت تبطل الشرب النهارده خالص. اسف، حبندغ لبان او نعناع عشان الريحه ما تبانش خالص. ودي تبقى عيشه دي؟ ومين قال ان عايش؟ خلاص انتحر، الانتحار اشرف لك. ما اقدرش. عجبك عيشتك دي؟ حبيبها للدرجه دي؟ لا، انا عاجبني الويسكي. آسف، ما كانش قصدي. كل سنة وأنت طيب يا بابا. وأنت طيب يا حبيبي. أمين. اقفل صدرك يا حبيبي. حصلينا يا جيجي، اطلع يا حبيبي. شايف الست الهانم والسيد والدك؟ اقطع دراعي ما كان عينه منها. لا يا يسري، ما تقوليش كده. يعني ايه يا بابا عينه منها؟ بس يا ولد، الست بترسم. ما هو طبعا سفريه العزبه دي وراها حاجه. احنا مش رايحين فسحه زي الست والدتك، ما هي فاهمه. انت ناسي المزرعه والمصنع اللي بيتعمل هناك. لازم عارفين ان الراجل هيموت، قالوا فرصه. قال بيت ابوك خرب، الحق خد لك منه قلب طوب. الكلبه، ما هو اللي اصله واطي زيها يستموت على القرش. الولد امين ده لو بطل شرب يبقى عظيم. حق، انا عارفه كان مستخبيله ده فين، يسيب الشغل و استغفر الله العظيم بقى. الخمر ليه ما بيسيبهاش ابدا؟ هنبتدي نشرب يا اخي؟ فوق شويه، احنا مش رايحين نتفسح. في مزرعه اتعملت ومصنع بيتبني هناك، وطبعا الست مرات اخوك عينها عليهم، ومش هتستريح الا لما تحلف فلوس الراجل لاخر مليم. هي عامله لي بنت ناس وابوها مليونير، وهي بنتي جزماجي حرامي كان بيحط الكرتون بدل الجلد من على الجزم. انما خلاص بقى، الله يرحم، بقينا اصحاب المتحده للجلود. تعرفي يا امينه، انا كنت خايف من العيال لسبب واحد. ايه؟ تكون حاجة خطيرة فأموت وأسيب أمين بالشكل ده. يا أخويا الشر بره وبعيد. دلوقتي بقى في وقت والحمد لله عشان كل حاجة تتصلح، وأنا ثقتي في أمين كبيرة أوي. العيال ولاد مختار بقوا رزلة قوي، زي اللي معجونين بمية عفاريت. لا رزلة، ساعات عفرات العيال بتبقى لطيفة، إنما دول رزلة. والنبي أصلك أنت اللي ما بتحبش يسري، مع إن أبوهم طيب وأمير. حق، عمرك ما طلعت العيبة من بقك يا مختار يا ابني. بس هي مقصرة عليه، ما بيفكروش غير في الفلوس، دول عاوزين يورثوني بالحياة. مش أصحاب عيال. ونص دستة ده ولا الأرانب. جرأة يا محمود، انت مش عارف ابنك عنده كام عيل؟ دول خمسة بس. والله كنت فاكرهم ستة. اي حاسب. مالك حاسب حاجة؟ مش تسوق على مهلك ولا ناسي ان انا حامل؟ حاضر.
انت فاكر السيرك اللي نصب اخوك ومراته ده هيخلص؟ ولا العيال اللي مرنينهم زي ما يكونوا كلاب بيقدموا نمر؟ حتى اساميهم تبدو ازوز. والله العظيم مش تبطل شرب بقى يا باي؟ بتجننك دي ماشيه على 120 اقل. معذوره لو كان اخوك يلتفت لها شويه كانت تركز. اصل الهرمونات الزياده في الجسم تعمل اكتر من كده. يعني ايه يا ماما هرمونات زياده؟ تعرف ايه اللي يخليهم يموتوا من غيرك؟ اننا نخلف. انا رحت للدكتور كشف عليا وقال لي ان كل شيء طبيعي. وعلى فكره انسب وقت الشهر ده هو دلوقتي. انسب وقت ليه؟ نفكر يبقى لنا بيبي. مفيش فايده. مفيش فايده ليه؟ عمال اشرب عشان الصمويل تفك ودماغي تريح كده، انما ابدا ولا في فايده. ليه كده؟ ما تزعلش نفسك قوي كده، الإزازة لسه مليانة. كنت فاكراك مهتم بكلامي، خصوصا ده. بس الفستان مضايقني في السواقة. ده إغراء، أنا عارفك. أوعي تكوني افتكرتيني سكرت. لسه بدري، الصمويل النهارده مربوطه ربطه منيله. طبعا رجليا هاي عشان كده بحافظ عليهم قوي. مين عارف ايه؟ هتشتغلي في السينما؟ يمكن في يوم من الايام تقدر تشوفني زي ما كتير غيرك بيشوفوني. اصبري بس، حالا الصمويل هتريح خالص وكله يبقى تمام التمام ونقول. تعرف احنا اخطر اتنين متجوزين بيحبوا بعض. ما تزعلش قوي كده، كانوا بيحبوا بعض حقيقي. اللي بينهم اتبهدل قوي، لكن مش عارفه ليه عندي الاحساس بان فجاه كل حاجه بينا هترجع زي ما كانت واكتر. يمكن ده السبب اللي مخليني اصبر واستنى. الانتظار وحش، شوفي لك شوفه تانية احسن. ولا مش لاقيه؟ فشل الف يتمنوا بشرطي. في كل حته تبقى عينيهم زي اللي عايزه تنط جواي وانا ولا بسال. اول امبارح في النادي شخصيه محترمه جدا فين المشي ورايا من حته لحته. لو شخصية محترمة فعلا ما كانش مشي وراكي من حتة لحتة. في الآخر دخلت التواليت وقفلت ورايا الباب، كان اللي ناقص يخش ورايا. ما أنت الغلطانة، حد قالك تقفلي وراك الباب؟ ما حصلش كده، ولا أنت نفسك في فضيحة والسلام؟ على فكرة لما حخونك هيبقى في السر ومحدش هيعرف ابدا علشان ما اديكش فرصه تطلقني. وعلى فكره انا مش ناوي اطلقك مهما تعملي، حتى لو خنتيني. فريحي ضميرك من ناحيتي وصاحبي على كيفك. انا مش هركز، مش هزعل، حتى ده يبقى احسن بدل ما انت عامله كده زي قطه على نار عماله تتلوى وتعب. اسكت يا امي، اسكت. اسمعي الكلام يا بنت الناس، نقي اللي يعجبك عشان خاطرك، مش هيجرى لك حاجه. يا حبيبي اسكت. ايه؟ ناويه تترهبيني؟ يا غبي، انا ما اقدرش احب غيرك. كفايه بقى،
لو محكوم عليها بالسجن كانت المدة خلصت من زمان. انت عارف اني مش هقول، وعشان كده بتقول اللي بتقول. كفاية بقى، كفاية كفاية. الله بسرة يا عم. اتفضل. ودي بسرة كمان. مش ما بسرة كمان. نزل بقى البال الولد اللي انت حاجزه في ايدك. ييي معلش يا عم. العشرة راحت يا بطل. ايدك بقى على البريد. يا سلام، هي سرقة ادفع بريد عشان عشرة واحدة. لازم نطبق. وانا اللي بقول عليك راجل فييس واقول لك حرص على فلوسك. يا عم فكها يفكها المولى عليك. حلو بس لازم نطبق. طيب ما بقاش انا جيجي اللي مديتك عشرتين سوق عشان تبقى تفرح بقى بالتطبيع. ايه ده يا ماما؟ يا خرابي عليك يا جيجي، ده انت ولا اللي مولودة على قهوة بلدي. ايه السلام عليكم. الحق امين مراتك هتفلسني. ده تلاقيه هو اللي مسلطها يا بابا. ايه ده يا جيجي؟ بقى ده اسمه كلام؟ عيب يا امين، مش قدام بابا. السلام عليكم. الله، انتوا جايين مع بعض ولا ايه؟ لا ده احنا اتقابلنا على باب الفيلا. عيب يا مختار، مش قدام بابا. ايه هو اللي عيب؟ هي تدي وترين مستدرى امين يسلم عليا كده وانا بباليش شهرين متجوزه. ايه يا سي مختار، سلم على مراتك وخلصنا. هما بيبطلوا السلام رخرين مخلفين قرطه. اللهم اجعله خير. يلا يا امين، اذا كنت هتغسل وشك علشان نتغدى. معلش يا ماما مش هقدر، يا دوبك اغير هدومي، اصل انا معزومين على الغدا النهارده. اغسل عليك يا امين، ده النهارده الجمعه. اما يا امين انت عليك حركات، مش كنت تقول لي عشان اعمل حسابي؟ يعني لازم نتغدى النهارده بره؟ اديك هتضيع عليا البريزه الثانيه. يا ست اللي هضيعها ولا حاجه، اقعدي وخديها على راحتك. امين عن اذنك يا بابا. اتفضلي. تعالى مختار. حاضر يا بابا. ايه؟ ايه؟ مش هاجي معاك؟ لا، اصل دي عزومه خشنه، ما فيهاش جنس لطيف، وعموما انا مش هتاخر يعني. عن اذنكم يا جماعه، دي واحده. هاي جيجي، امين غير هدومه ولا لسه؟ دي واحده وجايه لك. احنا اتاخرنا قوي، ميعادنا الساعه 8 وادي احنا داخلين على 9. معلش نستنى كمان 5، اكيد عزة جاي. طب ما نروح انا وهو يحصلنا. اهو جه. مساء الخير. اهلا. معلش انا اتاخرت عليكم شويه. ولا يهمك. هو انت لسه ما لبستش؟ لا معلش اصلي. ايه يعني؟ انا اسف. روحوا انتوا، انا اصلي بستبوخ صفاء وجوزها دول. بس دول عازمينك انت كمان، يعني نروح لهم كده 5 دقايق نقول لهم كل سنه وانتوا طيبين ونمشي. لا لا معلش. طيب على راحتك بقى. ايه رايحه فين؟ ايه مش هنمشي؟ بقول ايه؟ ايه؟ والله يبقى فرصه ان احنا نقعد الليله دي نلعب بيبي فود، ويبقى اظرف، وانا هتصل بيهم في التليفون اقول لهم ان جيجي تعبانه ولا حاجه.
ربنا يستر. معلش يا جيجي، انت عارف الناس. قومي يا عزت، قوم عشان ارقص معاك. ما تقومي عايزه ترقص معاه، ده احنا اخوات يا اخي. مع الفريق الالماني اللي هيلعب معاه النادي يوم الخميس. طب انا عايزه اجي معاه. ما تقولي لامين. قلت له مش راضي. طب يعني انا اللي برضو. عشان خاطري كلمه، انا عارفه هو بيحبك. قول له اجي معاك. اشمعنى دي اللي مقفولة يعني؟ عارف. يطلع ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه؟ مش عايزني اجي معاك؟ مش قلت لك دي رحلة طالعينها مع اللعيبة الأجانب وما فيهاش ستات؟ طب ما اللعيبة الأجانب جايبين معاهم ستاتهم. أيوة بس إحنا ما معناش ستات. عشان ما حدش في الفرقة متجوز إلا أنت. إزاي بقى؟ ما هو سيد الميدالك متجوز. يا سلام. طب يا أمينة سيبك أنا وأروح ألحق لي مكان. أو أتزنق مع أي حد من الفرقة. كابتن امين تعال يا سيدي شوف خلصت من الجرع ده. عايزك انت ليه ما قلتلوش اني عايز اجي معاك؟ انا مش طلبت منك تقوله؟ انا ما اقدرش اتدخل في حاجه زي دي. انتوا اتنين متجوزين ودي مساله يعني انا ما في ايه؟ يظهر يا امين مش انت بس اللي مش عاوزني اجي معاكم الرحله. ما تيجي نروح الكرنك النهارده؟ نروح الكرنك؟ هنروح الكرنك دلوقتي يا عزة. ما انا شفته في مصر. انا هو كرنك ده اللي انت شفته في مصر بتاع سعاد حسني؟ لا، الكرنك اللي احنا هنروحه بتاع زمان اللي بنوه الفراعنه، معبد الكرنك. بس اصل النهارده في لقاء بين التيم بتاعنا والتيم الالماني الساعه 11. اخ، فمش عارف امين رايه ايه. رايه تروح اللقاء طبعا. ما هو برضه لازم تفهمني، هو عايز ده ما وروش الا انت؟ ده ناقص يجي ينام في وسيلة كمان. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه ايه؟ عايزه ابقى متجوزه واحد محدش شاركني فيه. يعني ما يبقى ليش اصحاب؟ وهو صعب تبقى بالطريقه دي؟ اسمعي، انا ما اسمحش ابدا ان حاجه تبوظ الصداقه اللي بيني وبين عزت، ده احنا متربيين سوا. ده يمكن الصديق الوحيد اللي ليا. كنت فاكره ان في حاجه عندك اهم من صاحبك. ايه؟ مراتك. تصبح على خير.
بس زي ما بقول لك ما تدبنيش معاك امال. بس بطول وطير. ولا يهمك، انا هسبقك وانت تحصلني بعد شويه. ها اجيب شنطتي فيها اسبرين؟ لا مش هينفع. روح هات لي قرص بتريدون من عند عزت، انا شايفاه امبارح كان بياخد منه. وده معقول يا جيجي؟ اصحي واحد بعد نص الليل عشان قرص وبتريدون؟ يا سلام عليك يا امين، هو مش صاحبك؟ وبعدين انا كنت شايفه النور بتاع اوضته مولع من شويه. روح لو لقيته صاحي هات لي الدواء، لقيته نايم تعال. ونبي امين لحسن تعبانه قوي. يلا يلا بسرعه والنبي امين. أمين؟ في حاجة؟ Thank you.
كان صاحبك مش كده؟ كان اعز اصحابي. اتفضل سيجاره. لما انت اعز اصحابك ما عندكش فكره عن الحاجه اللي تخليه ينتحب بالصوره المؤلمه دي؟ ادخل. صباح الخير يا فندم، ممكن نتصور؟ اتفضل. ما قلتليش يا كابتن امين، ما عندكش فكره عن الحاجه اللي تخليه ينتحر بالشكل ده؟ لا، كنت عارفه انه مش لوحده. يعني ايه؟ ما كانش عندك صداع. انت اللي موتيه. طب يلا بقى عشان نلحق القطر. ما كانش لازم اعرف حاجه ابدا. اللي بينا كان اجمل من انك توسخيه بالشكل ده. انا هقوم عشان ما اقعد هنا. رايحه فين؟ ما كانش عندك صداع وقصدت ان اروح له الساعه دي بالذات مش كده؟ يا امين انا بحبك، كان لازم حاجه تحصل عشان تفوقك. ما كانش معقول يفضل بيني وبينك الحاجز اللي كان موجود بينا ده. وبتموتيه؟ انا ما موتوش. انا كان قصدي يسيبني انا وانت في حالنا وبس، ما كنتش اعرف انه هيعمل في نفسه كده. صدقني يا امين، صدقني والله. ابعدي عني، مش قادر ابص في وشي. ايه في ايه؟ لا بسيطه، مفيش حاجه. الظاهر لما جيجي زودت السرعه شويه معدته قلبت. كله من السخام اللي بيشربه. على مهلك يا جيجي وحياه والدك، احسن بينه تقل في الشرب. على مهلك، حاسب على مهلك، واحده واحده للنار اللي في قلبك تفضل جايده، واحده واحده. انت مالك عجزت كده يالا؟ مش شيل الهم بدري يا بيه، دول سبع عيال. ربنا يخليهم لك. يلا يا ولاد طلعوا الحاجه دي فوق. حاضر يا ست هانم. حلو علشان نلحق الغدا. حاضر يا ست هانم. من بدري يا ست هانم. ماما انا حاجي معاكي المطبخ، لما تغسلي وش العيال العفاريت دول الاول. خدهم يا مختاره قبل ما اجيب شنطتي. جيجي خليكي معايا، اعملي له تلي ولا حاجه سخنه علشان تدفي بطنك. حاضر. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيت. ازاي حالك يا أم حسن؟ تسلم يا سعادة البيت. وديت العيال أوضتهم؟ دول شياطين، ما سبتهم عند الفرن. ايه؟ على فكرة ابوك ده نمس كبير قوي. وانا كمان نمس. مختار وده وقته اللي بس. يا امين ما تجننيش برضه، هتنام على الكنبة هنا كمان؟ مش شغلك.
طب تعالى نام على السرير عشان تريح رجلك، وما تخافش مش هنام جنبك. نام على السرير علشان تريح رجلك، ما تخافش مش هنام جنبك. مين؟ أنا يا ست هانم. الست الكبيرة عايزة حضرتك. حاضر يا أم حسن. عن إذنك يا نمس. تعالي يا يسرية، خد الفطير من ايدين ولادك علشان يعرفوا يتغدوا. انا غلبت معاهم. يلا يا ولد انت وهي، سيبوا اللي في ايديكم يلا على الجنين. يلا يلا. البنت زورت يا حبة عيني، بس هي شوية مية. حاضر. هو بقى ايه ده؟ هو جرى عمرك الأمين؟ ميرسي يا حبيبي. طب والله؟ ما معيش كبريت. أمين مش قاعد مع جيجي ليه؟ ويا ريت على كده وبس، دول بيناموا كل واحد لوحده. يسرية هي اللي قالت لي، أصلها بتسمع كلامهم من أوضتها. قولي له مش هقدر اقوم عشان رجلي. معلش يا محمود عشان رجله مكسوره. انا نفسي اعرف ايه اللي كسر رجله. انت واد بتخشم في الاكل كده ليه زي الحمار؟ حقك تعادوا العيال دي تاكل على فوالة زي البهايم. وبعدين معاك هنبتدي نزن. صور يا بابا، ملهاش نفس تاكل وخايفه تسيب طبعها لحد ياكله. لخبطه في الغليظ اللي عاملين عليها الهلوسه دي كلها. تعرف يا امين، انا كنت قلقان ومهزوز لغايه ما الدكتور اتكلم النهارده الصبح. الحمد لله. قلت السيجاره؟ لا. ما تتكسفش، انكبر ابنك خويه. ما بشربش. يا سلام على الادب الصيني بتاعك. عقبال ما ربنا يتوب عليك من الكوره ولا لا. وشفت ايه؟ لقيت نفسي مش قادر حتى ازق الكوره زي. من الشرب اللي بتشربه ده. ما انا لو كنت فايق ما كنتش رحت الملعب. اصل لما بشرب بفتكر الملعب واحس ان الدنيا زي زمان. ايه انا قطعت كلامكم؟
معلش هناخد جوزك منك شويه. لا قوي. بس والنبي يا بابا حاسب على رجله السليمه، كفايه علينا واحده. ايه يا سيدي، فك التكشيره دي بقى. عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. ليه عملت كده؟ عملت ايه؟ مسحت مطرح مباستك زي ما تكون جرب. راح فين؟ احنا مش بنتكلم؟ احنا مش خلاص خلصنا؟ طبعا رايح تفع نفسك الاوضه وتشرب. الله يعين. خلاص ادمنت؟ وطبعا سبت اللعب وبعدها سبت شغلك في الجرنان من تحت راس الشرب. قلت ما حدش يتدخل في مستقبلي. سيبناك للكوره والكلام الفارغ ده. انما ترسي انك تقعد لا شغله ولا مشغله ده اللي مش حاسبها بيه ابدا. اقعد كده واسمعني وبطل تبص في الهواء. اصل الطبيعه جميله قوي. فعلا العيشه في الريف تجنن. بس يا خساره. ما حدش بيفكر في كده دلوقتي. يا سلام. انا بدي افهم سبت شغلك ليه. مره رحت اكتب عن ماتش بقيت قاعد في الملعب زي التايه. ما كنتش قادر اشوف حاجه وكانت دماغي بتوش بشكل. فسبت الجرنان برضه هتمشي؟ ارجوك ارجوك يا بابا تسيبني دلوقتي احسن. انا مصدع قوي. اقعد عاوز اتكلم معاك. اقعد. أنا عاوز أنتبه لك بقى. أنا كنت قلقان على نفسي اليومين اللي فات. كان متهيألي إن عيان عيا جامد أوي. لكن لما طمني الدكتور قلت أشوف حال اللي بيحصل لك ده. فلازم أتكلم معاك ولازم تسمعني. أنا نفسي أسمع حاجة واحدة بس. إيه هي؟ صوت ورق الشجر وهو بيخروش. والدنيا ساكتة خالص. في حد في الأوضة. مين؟ مختار؟ حضرتك كنت بتنده على مختار يا بابا؟ ايوه قولي له يلا علشان كلنا هنروح المصنع الجديد. اسمعي قولي لماما تنبه ما حدش يقف يتصنت عليا خصوصا وانا قاعد اتكلم مع حد من ولادي. اصلي شفت حد في المرايه. انا اللي كنت واقفه يا بابا. طب اتفضلي. انت حضرتك ليه فاهم ان انا كنت واقفه اتصنت؟ انا مش فاهمه ليه بتعاملنا احنا بس بالشكل ده؟ مع ان احنا اللي بنحبك. ايوه احنا اللي بنحبك من غير ما نكون طمعانين باي حاجه. ما كانش فيه داعي يا بابا تخليها تعيط بالشكل ده. اسكت انت التاني. الست بتلزق ودنها على حيطه اوضتكم وبتسمع انت ومراتك بتقولوا ايه والتقرير يوميا بتوصل لامك. بتتصنت عليا في اوضتي؟ هي وجوزها. جاتكم القرف كلكم. أنا عارف إيه العيلة دي. وبعدين سيادتك ما بتنامش مع مراتك ليه؟ إذا ما كنتش بتحبها سيبها يا أخي تهدى. صنّتوا علينا؟ ولما جه يبني المصنع كان دايما يقول لو امين بس يسيب الكرة دي ويجي يقف جنبي بقى. الله ده مش انا بس اللي عجزت يا سمين. فين الضحكه الحلوه بتاع زمان؟ زمان هو ايه ده يا ماما؟ ده المصنع الجديد اللي عامله جدا. اعمله لنا؟
انا طول عمري زي ما انتوا عارفين بشتغل في المقاولات والمباني، لكن دي اول مره بعمل مشروع زي ده، مصنع مواد عازله متكلف لغايه دلوقتي 4.5 مليون جنيه ولسه. كويس ان امين هيسيب الكوره والكلام الفارغ ده ويقف جنبي. ادور يا باشمهندس. دور. ما كان قدامك الاكل، ما اكلتيش ليه؟ جعانة يا ماما. لو ما بطلتيش لأني هموتك من الضرب. جعانة يا سيد. خدهم يا مختار انت روحهم، واسبقيني يا ماما انت وجيجي، انا هستنى مع امين شويه. والنبي يا مختار ما تخليش مراتك تبقى تضرب بنتك. حاضر. يلا يلا يلا. انا كنت عارفه يا بابا انك مش هتسيب امين ابدا. ادفلك السرير بقربه ميه سخنه؟ لا قربه ولا غيره، سيبي الشبابيك مفتوحه تهول اوضه على ماجي، انا خلاص بقيت تمام. يلا يا ماما. طيب حاضر. هو ده اللي انت فالح فيه؟ خيبه. ادينا سايبينها لهم ياكلوها مع الشر. يلا يا اخويا يلا، بس لما نروح البيت. بس حتي تعالي تعالي بس بس بس، سيبونا لوحدنا شويه. ترجع البيت يا بابا قبل الدنيا ما تليل. بيت ايه يا ابني؟ احنا ما صدقنا بقينا لوحدنا وعاوزين نتكلم مع بعض زي عودنا زمان. احنا عمرنا ما اتكلمنا مع بعض زمان. يا سلام، 40 سنة من عمر الواحد راحوا هدر، الشغل الشغل الشغل، هيبقى الواحد يعيش بقيت عمره والبركة فيك انت. تعال يا امين. رايح فين؟ معلش يا بابا، بس دماغي هتتفرتك وعاوز انام. استنى يا امين، هو هزار ولا ايه؟ فلوس ابوك واسمه سيبه امانه ليك لولادك من بعدك، تقوم تقول لي دماغي وجعاني وعاوز انام؟ ثم لازم تبطل الزفت اللي بتشربه ده وتفوق لنفسك. اسمع عبد الجبار في السوق زي عيار الذهب، مش عاوزه يخسك من بعدي ابدا، فاهم؟ معلش يا بابا، اصل دايخ ولازم ارجع. احنا مش بنتكلم يا ولد. كل الكلام اللي بتقوله سعادتك انا عارفه، ومش محتاج ان احنا نقعد نعيد ونزيد فيه. اه تعالى هنا هات العصايه دي. اقف كلمني زي الناس. اديني العصايه. انت تقول لي بقى احسن لك، ايه اللي كان بينك وبين الولد اللي مات؟ أنا لازم أعرف آخرة الأمور دي إيه؟ واحد مات والتاني أكتر من ميت، جاتكم القرف. بتقول إيه؟ أنت فاهم إيه؟ وبعدين لما أنت يعني بتتجوز ليه؟ بتعذب بنات الناس ليه؟ ما تتكلمش عننا بالشكل ده، فاهم؟ وقت! يا ابني أنا بكلمك عشان مصلحتك، ولازم أبقى قاسي عليك. ده أنا أبوك. تعرف انا كنت مستحمل قرف الدنيا ليه زمان؟ عشان نجاحي في الشغل. وبعدين انت كنت دايما حاسس مش عارف ليه انك انت الامل اللي هيحقق لي مستقبلي، عشان كده لازم اصرحك بالحقيقه. مش معقول اسيبك بالشكل ده، مش معقول. ليه فاهم ان كان في بيننا حاجه وحشه ليه؟ ما هو من اللي بتعمله مع البنت المسكينه دي، تنام على كنبه لوحدك ليه؟ ده جواز مش لعب عيال. ده بدل ما تخلف منها عيل ولا حاجة الناس تقول عليك راجل، مش العك اللي بسمعه ده. ليه فاهم ان في حاجة وحشة بيني وبين عزب؟ عشان كلهم بيقولوا كده. عاوزني اكدب واخبي عليك انا الاخر؟ لازم تعرف الحقيقة. الحقيقة اني ما كنتش اعرف حاجة عن الحكاية دي ابدا، لانه كان بيخبي عني انا بالذات، ولما عرفت وما استحملش. والبنت ذنبها ايه معاك؟
هي السبب، هي اللي نكشت في كل حاجه. كنت عاوزها تقف تتفرج وانت سايبه وراح مع واحد. استغفر الله من دي كلمه. ما تقولش عليه حاجه ارجوك. لما هو عايز عليك قوي كده سبته موت نفسه ليه؟ كنت روح اقول له كلمه يمكن كان استحى شويه ولايمها وما كانش حصل اللي حصل. يعني ايه؟ يعني انا اللي موته كمان؟ لازم تطلعوني السبب في كل حاجه. وانت هتلبس البنت الغلبانه دي كل حاجه يا ما يعجبكش؟ بطل الجبن ده بقى، اكبر. يلا قدامي. اياك اشوفك تشرب خمر مره تانيه، حرميك في الشارع، انت فاهم؟ فوق دي نفسك بقى واقعد في المصنع وننسى اللي فات. كويس ان ربنا تاب علينا من حكايه الكوره دي. استنى يا بابا. رايح فين؟ استنى لما نتكلم. يا ابني ما احنا اتكلمنا وخلاص. لما تقولي ان كلهم قالوا لك ان كان في حاجه بيني وبين عزت، يبقى لازم اعرف مين كلهم. كل اللي يعرفوك، اخوك ومراته مثلا، كل اصحابك. تصدقهم؟ تصدق ناس ما يعرفوش غير الكذب والغش؟ عندك حق، ما انت بتصدقهم لانهم بيقعدوا يتحليطوا لك، مش عشان بيحبوك، لا، عشان طمعانين في القرشين. يعملوا لك اعياد ميلاد ويقولوا لك عقبال 100 سنه وهم عارفين ان ده اخر عيد ميلاد. امين. ايه انت قلت ايه؟ اخر ايه؟ بابا انا مش عايز المصنع، مش عايز حاجه خالص. سيبهم لمختار يمكن يرتاح هو ومراته. اسيبه؟ مستحيل اسيبه. وايه حكايه اخر عيد ميلاد؟ ياك حد فيهم فاهم ان انا هموت؟ رد عليا يا ولد، رد. هما مش فاهمين، هما متاكدين. كل اللي حواليك بيضحكوا عليك وهم عارفين ايه اللي عندك. انت عندك سرطان يا بابا، محدش عايز يقولك انت عندك ايه. انت بتقول ايه؟ بقولك مش عايز المصنع، مش عايز منك اي حاجة خالص. خلاص عرفت، عرفت من الغش والكذب، عرفت قوي، عرفت. مختار تعالي شوف ابنك. كله تمام يا حسن؟ كله تمام. ودي الترابيزه دي يا حسن هناك. حاضر. انا بقى ايوه. الله، ده البيع الكبير قهوه وسامين. Thank you.
كده ليه يا بابا؟ يلا عشان ندفي الشمل. عقبال 100 سنة. احنا هننزل مصر دلوقتي يا أمينة. بعتي لي كوباية مية على الفرنسا. طب مش كنا نستريح هنا الليلة والصباح رباح؟ ده أنا هوات لك الأوضة. تفتكري عارف؟ ضروري أنا. أمين؟ آه لا مش ممكن. خد اخواتك وروح. امين قال ايه؟ يلا وانتوا كل واحد يشوف شغله. يلا يا رجاله. قال ايه امين يا مختار؟ يشوف شغله. يلا يا ماما. انت عارفه طبعا ان الاعمار بيد الله، انما اتكلم يا ابني. في ايه؟ بابا عنده سرطان في المعده وحالته ميؤوس منها خالص يا ماما. ما كناش عايزين نقول لك، لكن اهو ما دام امين قال لي بابا فمالوش لازم نخبي عليك انت كمان. امين اللي بابا مهتم بيه ومديله المصنع في الوقت اللي فيه عيلة بحالها وعيالها أولى بالعطف ده. بس إياك بابا يعرف بقى مين اللي بيحبه. ماما مش هوصيكي، أديكي شايفة وعارفة. قولي له إن ولادي أولى بالمصنع ده. يسرية مختار اسكت أنت. إذا كناش نقول لماما هنقول لمين؟ ما كانش وقت كلام في حكايه المصنع دي ابدا. هتقول علينا ايه؟ عايزينه يموت عشان نورثه؟ لا يا فقري، عايزين نورثه لما يموت. ولا احنا مش احق من الفجره دي هي واسم النبي حارسه بتاعها؟ برضه ما يصحش. هو اللي ما يصحش؟ واحنا في زمن فيه صح وما يصحش؟ كل واحد دلوقتي بيقول يلا نفسي. ولا انت عاجبك طولك قوي والملطشه اللي احنا متلطشينها عشان تقول لي ما يصحش؟ واعمل حسابك، ولادك دول من هنا وراح تشوف لك صرفه فيهم. انا ما بقاش عندي خلق لتربيته. كويس نطلع نضرون. ماتشي ايه؟ انت موتت عزة وانا ما سكتش. اديني بموت ابويا. انا ما موتتش حد. كنت عايزني اقف اتفرج وانت بتتاخد مني. يا اخي بحبك. افهم بقى. بحبك. ما تعيطيش. بابا عنده حق. لو كنت رحت كلمته او حد
حاولت اساعده يمكن ما كانش حصل اللي حصل. انا برضو اللي موتته 2-0. يا امين عشان خاطري انت اللي فات بقى. انا فسدت خالص، بقيت مخوخ من جوه، اعمل العمله وارميها على غيري. كان لازم اقف جنبه، انا بالذات كان لازم اسمعه وافهم قبل ما احكم عليه بالاعدام. انت قلت ايه لبابا؟ عارفه اللي بيموت اصحابه؟ انا كده عمال اخلص على اللي بحبهم واحد واحد. ثلاثة صفر. اصلي عذبتك او انت كمان؟ عارف انت عامل زي ايه؟ زي الطفل اللي ما يكبرش ابدا يا حبيبي. والدنيا مش عايزه كده، دي عايزه ناس كبار يكذبوا وينافقوا ويداروا عشان يعيشوا. امين، مش انت اللي هتصلح الكون. Nina.